البداية تقدمت الشركة لنا رسميا بطلب لفحص أحد المزارع الخاصة بيها ومزروعة بالهالين 023، طماطم 023، وكان موجود من مندوب الشركة من عائلات دعارة وأحد وبعض المزارعين الخاص بيه، وتم أخذ عينات على الطبيعة، عينات خضرية، وبالفحص الظاهري والمعملي تبين أنها مصابة بهذا النوع من الفيروس. عرف اسم حضرتك يا ريس. اسم حضرتك. بعد كده حضرتك احنا قلنا شكلنا لجان أخرى عن طريق معالي الوزير، ونزلنا على الطبيعة بمعرفة معهد بحوث أمراض النبات ومعهد بحوث البساتين، وتم أخذ عينات من عدة مناطق، من أهمهم منطقة النبرية ووادي النكرون. وتم أخذ العينات وجلبها المعهد بحوث أمراض النبات، وتبين إن هي مصابة بهذا النوع من الفيروس. في كم منطقة أخذتوا العينات؟ هل هو 023 أو لا؟ ما كناش نعرف. بس أنتوا أخذتوا كم عينة من كذا منطقة؟ كم منطقة أخذتوا منها عينات؟ احنا خدنا من 4 مناطق مختلفه. تمام. بناء على لجنه مشكله بواسطه اللجان المشكله من قبل معهد بحوث امراض النبات ومعهد بحوث البسيين والاداره المركزيه للبسيين، وكانت الاداره المركزيه للمكافحه كانت جابت لنا عينه بمعرفتها وبرضه مصابه بهذا النوع من الفيروس. عينات خضريه ومن حقول المزارعين اللي هي من الحقول المصابه، وتم ارسالها لمعهد بحوث الهندسه الوراثيه بمعرفه الاداره المركزيه لفحص عدم التقاوي، ولعمل فينجر برينت لها اللي هو البصمه الوراثيه، وتبين ان هذه الاصناف، ان هذه العينات مماثله تماما للهجين اللي هو 23 بنسبه 96.3%. الاجراءات اللي هتتخذ ايه بقى بعد كده؟ والله الاجراءات دي خاصه بالوزاره، و الوزاره اللي تاخد الاجراءات مش بتاعتي انا. انا دوري كمعهد امراض النبات افحص واقول ان في فيروس او ما فيش فيروس.